اهلا بكم ومرحبا وحلقه جديده من برنامجكم ايه طبخه ونص. هعمل لكم النهارده ريب اي ستيك. عايز اقول لكم معلومه. اوكي، كلمه ستيك معناها حته اللحمه اللي هي مدوره اللطيفه الحلوه دي، اللي هي ايه، تتشوي، تتعمل بالزبده، تتحط في، ممكن تبقى في الفرن. كلمه سكالوب هي حته لحمه برضو بس تقطع رفيع، وممكن بقى تبقى طريقه تسويه ايه بقى، يعني كلمه سكالوب قطعه لحم، سواء دجاج، سواء رومي، سواء لحم بتلو، سواء لحم بقري، وات ايفر، متقطعه رفيعه نسبيا، وبتتعمل طريقه تسويه مختلفه بقى. يعني تعمل ناتشير، مجرد تعمل بالزبده على النار، يا اما انت تشوي، يا اما انت تعمل بانيه. بانيه يعني ايه؟ بانيه يعني جاي من كلمه بانيه، يعني بريدد. يعني ايه بريدد؟ يعني متغلفه بالبريد اللي هو بالعيش. اوكي، العيش، فهو بريد كرامز، او يعني فتات العيش. اوكي، اللي بيبقى له بصمات، بنسميه بصمات احنا، اللي هو فتات العيش. اوكي، فدي طريقه تسويه، مش بانيه يعني فراخ او يعني سكالوب متقط. لا، هو سكالوب اعمله بانيه، اعمله مشوي، اعمله ناتير، اعمله سوتيه، اعمله في الفرن. اوكي، لكن هو ايه؟ سكالوب. كذلك الستيك، اخد ستيك بقى من احلى حاجه في الستيك الحقيقه، يعني بدايه الفيليه، عرق الفيليتو في الظهر، كل عجل له 2 فيليه في الظهر، يا اما وعضله طويله والضغط عليها مش كتير، فبتبقى ناعمه قوي. دي احلى حته ستيك، فيليه ستيك. يليها حلو قوي برضو الريب اي اللي انا بشتغل بيه دلوقتي، وده فوقيها شويه، يعني ده فوق. لا، هو مش هو فوق، لا هو العجل محطوط من رجليه، راسه تحت ورجليه فوق. فلو قلنا هيبقى الفيليه فوق والريب اي تحت. بعد كده بقى ياتي الحد السيريلون ستيك، ويجي بعد كده الانتركات والحدوته دي اللي هي ما بين الضلوع، الحته اللي واخده في الضلوع. مش احلى حاجه يعني بتبقى ناشفه شويه، انما الريب اي هايله وبتبقى تحت. طيب خلاص فهمنا يعني ايه ستيك. النهارده بقى انا هعمل ستيك ريب اي، ده حلو قوي. وهتعالوا نعمل ايه بقى؟ هعمله بطريقه لطيفه جدا وتتبيله حلوه جدا وجديده، وان شاء الله هتعجبكم قوي لانها سهله، ولو ان كانت يعني مش معقده الابرت، يعني ايه؟ يعني في حاجات كتير وبتاع ومش عارف، انما في الاخر سهله. هنعمل ايه بقى؟ معانا الستيك، طيب فهمنا. معايا كاتشب ومستردة، ومعايا عسل نحل. تجيبوا عسل برسيم، زهر البرسيم، مش اي حاجه ثانيه. او جبلي، بس الجبلي غالي قوي. مهم، وعندي خل عنب احمر وصويا صوص، ومعايا ملح وفلفل، معايا جوز الطيب، ومعايا شويه جنزبيل باودر، معايا فلفل حار، ومعايا فلفل احمر حلو. اوكي، انا هعمل ايه بقى؟ انا هاخد الفلفل الحلو ده، هنحطه شويه كتير، ثلاثه، احطهم كلهم لان عندي 4 حتت لحمه يعني. اوكي، طيب، وهحط الكاتشب، نحط شويه كاتشب حلوين، ونخلي بالنا الكاتشب فيه سكر من مكوناته، يعني اوكي، سكر وخل، وده ما يضايقنيش خالص، بالعكس خليك هنا. وشويه مستردة حلوين، يا ريت هيكونوا مستردة ديجون غامقه قديمه. اوكي، ونحط بقى ايه الخل ده، ونحط يا جميل روزماري او حصل بان او اكليل الجبل، والعسل، جميل، والصويا صوص. الصويا صوص مالحه، خلوا بالكم. اوكي، انا بفضل الصويا صوص الفاتح مش الغامق، لكن اذا ما لقيتوش الفاتح ما تحطوش كتير غامق. اوكي، يعني معلقتين كده ايه كفايه. اوكي، وبعدين هنعمل كده اهو، معلش لا مؤاخذه يعني، برضه تعالى لي للي كده جنبي.
اوكي. ونحط بقى شويه ملح حلوين للحدوته دي كلها، ونحط شويه فلفل مش بطاليه، نص معلقه، نص معلقه ايه صغيره. يلا لسه شويه، لسه شويه. هنحط جوزة الطيب نص معلقه صغيره، ونحط ايه نص معلقه صغيره ايه من الجنزبيل الباودر. وهاخد الفلفل الحار ده اوكي، واعمله كده، ومش هشيل اللب بتاعه عشان يبقى حار، فاهميني؟ يعني انا عايزه ايه حامي حراق. اوكي هناخد ده نعمله كده. ماشي يا جميل. اوكي تعالى بقى ايه نقفل الدنيا الحلوه دي. ها ونضرب الكلام ده. وريني. ها. اوكي. وبعدين ارجع احط ايه؟ لا استناني بقى عشان انت كده حد مش عايز بهدله. شويه زيت زيتون. وريني بتاعت ايه مثلا 4 معالق، ونعيد ضرب الحدوته. نلاحظ ان انا حاطط الشوايه على النار من بدري، عايزها تبقى سخنه قوي. بس كفايه كده، كفايه كده. اوكي هاجي بقى هنا اعمل حاجه. استناني استناني. اوبا اوكي هجيب مثلا دي كده، واعمل ده كده. تعالى لي اوكي هناخد ملعقة وهنعمل كده. وابتدي احط اللحمة. لو قدرتوا بقى سيب الحدوتة دي في التلاجة او في البراد على قد ما تقدروا تسيبوها، ان شاء الله تبيتوها. كل ما قعدت اكتر كل ما كانت احلى. اوكي اوكي يلا كمان كده. انت مش هتسعيهم ولا ايه؟ اوعي. ماشي عايز اقول لكم ان الريب اي بيبقى فيها دهون، ما حاولوا ما تشيلوش الدهون وانتوا بتسووها. ممكن جدا طبعا تشيل دهون بعد ما تسووا، بعد ما ايه ما تستوي عند الاكل. يعني اللي عايز ياكل ما بيحبش الدهون يشيلها. ليه بقى؟ لان الدهون دي بتساعد على التسويه جدا، وبتدي طبعا للحمه طعم افضل.
اوكي. هاخد بقى ايه سكينه رفيعه وابتدي اعمل كده. اوكي جبت اللي فوق واللي تحت. اوكي هنسيبها شويه كده اهو قدامنا. وهاجي هنا اعمل حاجه، هاخد شويه زبده وهاخد فصوص ثوم محمره مستويه، وهاخد شويه زعتر فريش، و شويه بابريكا نونه نونه. اوكي هاخد الزعتر الفريش ده وافرمه خالص تماما جدا جدا، على قد ما اقدر افرمه خالص خالص خالص. اوكي هاجي هنا بقى واخد الكلام ده كله با 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 با. ونحط له الثوم معاه. طب ما كده نطلع فاصل ونرجع اظبط الموضوع ده واقول لكم هنعمل فيه ايه. هبقوا معانا. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا بقى نعمل ايه، حته زبده لطيفه كده اهو. الزبده عندنا شفت لطيفه. الاول بس هاخد الثوم ده وهرسه فصين توم كفايه اكشلي عشان ما تبقاش الدنيا ايه توم قوي. حط عليهم بقى شويه ملح نونه طيب وادعكم تاني. بلاش دول بقى خلاص. طبعا خشونه الملح بتساعدني انه اهرس التوم كويس، يبقى مرهم خالص كده. كريمه كريمه. اوكي هناخد بقى شويه زبده من الكلام الحلو ده ونخلط الكلام ده مع بعضه كويس. بعدين هنحط بقى ايه الزعتر ونقلب. تمام. وبعدين رشة بابريكا مش كتير رشة. وبعدين هناخد الكلام ده كله عن إذنك نعمل كده، ناخد حتة ورق ونحط مقطع وابتدي ايه اخد الكلام ده بقى اخد الكلام ده اخد الكلام ده اخد ايه الكلام ده. تعال كده اوكي زي ما هي كده. هاخدها بس اعمل كده بقى عشان ايه اوكي هناخد دي زي ما هي كده ونحطها في التلاجة او في الفريزر لغاية ايه ما تجمد. وبعدين نبتدي ايه نشوي بقى.
تعالى لي اللي كده جنبي. اوبا ليسا اوبا. يلا انت مكانك في التلاجة. اوكي. شيل اللي ده جنبي هنا. وده كده تعالى نشوي. اوبا. اوبا. يعني لو عايزينها ميديوم ويل او ميديوم رير هنشوف. يعني هي ميديوم ويل للناس عشان الناس ما تزعلش. يعني انا شخصيا باكلها ميديوم رير بس ايه عشان الناس ما تزعلش ممكن نخليها ميديوم ويل لكن مش ويل. اوكي اريح بقى اللحمه شويه. السوى ده مظبوط والسوى ده مظبوط والسوى ده مظبوط. سيبهم بقى يستريحوا شويه. لازم اللحمه تستريح على الاقل 10 دقائق حسب حجمها وطريقه التسويه بتاعتها تستريح. طيب هناخد بقى ايه كسرين صغيره كده من هنا كده ونحط عمدة شوية مية نونة اوكي وانزل بكل الحدوتة دي هكذا. اقول لكم بقى ايه هتشوفوا دلوقتي لما تستريح. شايفين اللي بينزل ده انا ايه مش هقدمها بيه. لازم ده ما تتقدمش بيه والا هينزل في الطبق بتاع التقديم ويبقى مش احلى حاجه ومش احلى شكل. اوكي غلينا وحلونا وزي الفل. حط بقى شويه كريمه صغننين وريني ونقلب. سيبنا بقى ايه نتقل سنونه وبعدين اقوم واخد مصفى وناخد طاسه تانيه كده كزرولة طاسه اي حاجه ننتقل هنا بقى. مش عايز انا بقى ايه الصوص ومتقدم لانه انا مش هقدم الصوص مع عليها هقدمه ابار للي عايز. اوكي يعني على جنب اقدمه ايه على جنب لانه مش لازم يتقدم معاها الصوص ده مش عايزين الدنيا تبقى زيطه في الطبق. اتقلها شويه بس. اوكي جميل قوي. اتقل بقى سنونه نونه صغنونه كده بشويه نشا صغيرين قوي. استنى يا ابني ملعقة ملعقة ملعقة. اوكي نونة نونة. Thank you.
بس زي الفل كده. تمام. الباليسا اهو تبعنا، نعمل كده. تعال بقى، اوبا. ناخد شوية بطاطس بيوري وشوية كريمة نونة، حتة زبدة، يلا ونقلب كده مع بعضه. عايزها تنعم بقدر الامكان، يلا بينا. يلا هكذا، نقدم بقى صح، نعمل كده. اوكي اقول لكم الف هنا وشفا، واشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخ ونص. Performance.